مرحبا متابعي قناة أجدري فيتنس، نقدم لكم في هذا المقطع برنامج تدريبي كامل لعضلة البايسبس والترايسبس، يعتمد على تقنية كسر روتين العضلة من أجل تحفيزها على النمو. سوف تحتاج في هذا البرنامج إلى الدمبل فقط، أو يمكنك الاستعانة بالأثقال من المنزل. حسنا، إذا كنت مستعد اضغط على لايك وشارك المقطع مع أصدقائك وتابع معي الشرح بالكامل لتحقيق هدفك، وعلى بركة الله. حسنا، قم بارتداء ملابس رياضية واذهب إلى مكان مفتوح. القاعدة الأولى، قم بالتمارين بشكل صحيح. وفر لجسمك كل ما يحتاج له من مكونات غذائية لتحقيق هدفك. والقاعدة الثانية سوف يتم ذكرها في آخر المقطع. خلاصة القول، هذه هي الشروط التي يجب عليك التقيد بها كي تحصل على جسم قوي. العب في التمرين الأول 3 مجموعات، والتكرارات تتراوح ما بين 8 إلى 12. في التمرين الثاني سوف تكون طريقة لعب التمرين مركبة لاستهداف الرأس الطويل والرأس القصير لعضلة الباي في نفس الوقت لمفاجأة العضلة. ما عليك سوى لعب 3 مجموعات، وفي كل مجموعة العب 10 تكرارات. هذا التمرين سوف تكون طريقة لعب التمرين بقبضة ضيقة لاستهداف الرأس الداخلي لعضلة الباي. والأهم من ذلك، حاول اللعب بشكل بطيء لاستهداف أنشزة الباي أكثر. العب 3 مجموعات والعب تكرارات ما بين 10 إلى 12. رابعا، في هذا التمرين سوف يتم العمل على كل يد لوحدها بشكل منفرد نظرا لفوائدها العديدة على العضلة. حاول عند أداء هذا التمرين عند الرفع أن تضغط على الباي بشكل جيد. العب 3 مجموعات والعب 10 تكرارات في كل جهة. ارتح من 2 إلى 3 دقائق واستعد للانتقال إلى عضلة التراي. نقطة واحدة يجب تذكرها في هذا التمرين، وهو ثبات المرفق. الآن حاول لعب 4 مجموعات بتكرارات تتراوح ما بين 12 إلى 15، والسبب ما زالت عضلة التراي قوية. هذه المرة سوف تكون طريقة نزول الدمبل متجهة نحو الصدر. وبالمناسبة، هذا التمرين أصعب بكثير من التمرين الأول، وهو يستهدف جزء مختلف لعضلة التراي. العب 3 مجموعات والتكرارات تتراوح ما بين 8 إلى 12. وأخيرا، العب هذا التمرين بطريقة منفردة لسبب واضح لقد تم شرحه. يمكنك ممارسة هذا الجدول التدريبي 2 مرات في الأسبوع كحد أقصى، لكن في كل مرة قم بتغيير عضلة، أي هذه المرة عضلة الباي والتراي، بعدها عضلة التراي أولا ثم الباي. والقاعدة الثانية لبناء العضلات، عليك الاهتمام جيدا بالراحة الكافية لجسمك لاستشفاء العضلات بسرعة ثم نموها.